اختطفت واغتصبت، فلاحقتها عائلتها لغسل العار. هربت إلى معهد رعاية الفتيات، ثم تزوجت من ابن خالتها وفتحت صفحة جديدة مع عائلتها. لكن شقيقها الحانق انتظر خروج زوجها من البيت وطعنها 4 طعنات قاتلة باسم الشرف ليسانده القانون ويحكم عليه بالسجن 3 سنوات فقط، قضى معظمها خلال المحاكمة. هذه قضية زهر عزو التي حركت نساء سوريا لإطلاق حملة تعتبر 29 أكتوبر يوماً عالمياً للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف. انضمت للحملة العديد من منظمات المجتمع المدني في العالم العربي الذي تعاني نساؤه من القوانين والتشريعات المجحفة بحجة قضايا الشرف، ليست آخرها قضية إسراء غريب التي قضت على يد أفراد أسرتها لمجرد الشك في سلوكها. ماذا تعرفون عن قانون جرائم الشرف في بلادكم؟